حقيقة الشكر الأول لكم، لأنه لو ما أنتم صمتوا بحلب ولو ما أنتم قررتوا من البداية أنه تكونوا إيجابيين وفاعلين وعندكم تحدي اللي بينقص أي إنسان إذا بده ينجح خاصة بهالظروف، عفوا التحدي اللي بلا إنسان ما ممكن ينجح خاصة بهالظروف، فلولا هالشيء ما كنا وصلنا لهون لهالبداية الناجحة. لما عم نلتقي بمنتجين بهالظروف الخاصة والظروف الصعبة والظروف القاسية اللي ما عاشتها سوريا من أيام الاستقلال، فهذا في رسالة جدا خاصة ومليئة بالمعاني. حلب كانت من 3-4 سنين محاصرة من كل الأطراف، والقصف لم يتوقف وإنتاجها لم يتوقف. فإذا القضية ليست الحصار، إذا حصار على حلب ما قدر يأثر، فالحصار اللي على سوريا اللي هو ما ممكن يكون أقصى من حصار حلب ما هو رح يكون سبب المشكلة اللي عم نمر فيها. في موضوع نفط عم يتأثر فيه، موضوع القمح، توريد القمح، موضوع حرق القمح بالمناطق الشمالية الشرقية، ما في شك له تأثير. ولكن المشكلة الاقتصادية إلى سبب آخر ما حدا بيحكي فيه، وهو الأموال اللي أخذوها السوريين وحطوها بلبنان وتسكرت المصارف بلبنان فدفعنا الثمن. هذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه. طبعا من السهل أن نلوم دائما الدولة والحكومة، الأخطاء موجودة لدى الجميع، هذا موضوع آخر، ولكن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار. الحصار صار له سنوات، مو معناته الحصار كويس والأمريكان أبرياء، لا، الحصار بشكل مباشر بيضر بكل جوانب الحياة، لكن الأزمة الحالية التي بدأت من حوالي عدة أشهر سبب هذا الموضوع، لأنه بدأت الأزمة قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات. طيب شو هو اللي تزامن معها؟ هو المصاري اللي راحت، اللي الحد الأدنى بيقولوا كان بحدود أقل شيء 20 مليار دولار، وبالحد الأعلى البعض بيقول 42 مليار دولار، ما نعرف شو هو الرقم الحقيقي. هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف يعني.